بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. تقليد الأعمى، المقصود التقليد الأعمى هو التقليد من غير حجة ولا برهان. نعم. على قاعدة القرآن جميع الكفار أولهم وآخرهم. نعم. كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فقال تعالى يعني أصروا على اقتداء بآبائهم، وإنا على تأكيد بعد تأكيد وإنا على آثارهم مقتدون، يعني لا تحاول أيها الرسول إننا نترك ما عليه آباءنا ونقتدي به، لا تحاول هذا. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. في آية يقول: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وفي آية يقول جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وفي هذه الآية يقول تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني أتقلدونهم وهم على هذه الصفات القبيحة؟ هذا لا يليق بعاقل يريد الخير لنفسه. نعم. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أتاهم بهذه الآية، أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: قل إنما أعظكم بواحدة، خصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني فكروا سواء أفراد كل واحد منفرد أو جماعات اجتمعوا فكروا بواحد، وهي أن تفكروا في أمركم، ولا تحملكم العنجهية عن التفكير. الذي لا يفكر يهلك، ما يفكر في العواقب ويفكر في الطريق الذي هو يسير عليه هل هو حق ولا باطل، وإنما يعمى تأخذه العنجهية تعصب، هذا هو الذي يهلك. أما الذي يفكر فهذا كثيرا ما يوفق. أن تتفكروا قوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مجنونا بل هو عليه الصلاة والسلام أعقل البشر، أعقل البشر، ما فيه من البشر من يقارب عقله عقل الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه وبيانه، ما فيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بصاحبكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من جنة حتى تقولون هذا ما عنده خبر، هذا مجنون، نفى الله عنه ذلك. وإذا كان ما عنده جنون هذه شهادة له بأنه هو العاقل، والعاقل ما يأتي بشيء لا أصل له. ما بصاحبكم من جنة، إن هو إن بمعنى ما، إن هو أي ما هو إلا نذير لكم، نذير لكم من الشرك ومن النار ومن الكفر، فلا يليق بكم أن تخالفوا هذا النذير الذي ينذركم عن الهلاك. واحد جاءك يقول لك احذر، ترى أمامك عدو، أو أمامك قطاع طريق، أو أمامك خطر داهم، احذر أنك تأخذ هذا الطريق، هل يعتبر ناصح لك ولا غاش لك؟ هذا ناصح لك، نذير، والنذير لا يكون إلا عن شيء مخوف، خلاف البشير فإنه يكون بشيء ساق. فهو صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تجيبوه فإنه سيحل بكم عقوبة هائلة. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى.
الشاهد من الآية أن الذي يقتدى به يجب أنه يفكر فيما هو عليه، يفكر في هذا القدوة، هل هو على حق ولا على باطل؟ فإن كان على حق قبلناه واقتدينا به، وإن كان على باطل رفضناه. فأنتم تتبعون آباءكم وترفضون هذا ما جاء به هذا الرجل من غير تفكير، وهذا لا يليق بعاقل. فكروا ثم تتفكروا. فأنتم سلكتم مع آبائكم مسلك غير المفكر وغير المتدبر، ورفضتم قول هذا الرجل من غير تفكير ومن غير نظر فيما جاء به، هذا لا يليق بعاقل. فدل على أن المتبوع والمقتدى به والمقلد لا بد أن ينظر فيما هو عليه، هل هو على حق فيقبل ما جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أو هو على باطل فيرفض ولو كان أقرب الناس إليه. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لا يحملك العصبية والقرابة على أن تضحي بنفسك تضحي بدينك، وما يجب، بل يجب عليك أن تنقذ نفسك أولا، ثم تدعو أقاربك شفقة عليهم من العذاب. أما أنك تستمر في طريق الباطل عنادا ومكابرة، وأن تعرف أنهم على باطل وأن هذا الذي خالفته على حق، هذا طريق الهلاك، وهذا هو سبيل الضالين الآن. والله إنهم يعرفون أنهم على باطل، رغم ما يقول بعض الجهال، هذولا جهال ولا ما يدرون، كيف ما يدرون؟ ما لهم عقول، ما يقرؤون القرآن، ما يسمعون القرآن، ما يسمعون الأحاديث، يدرون لكن استمرأوا ما هم عليه والعياذ بالله وعاندوا. نعم. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، هذا فيه أن الله أمر باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك مع ما عداه، ترك ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد، من عالم أو جاهل أو أب أو أم أو أخ، رفض ما عليه الناس ولو كانوا أقرب إليك من غيرهم إذا كانوا يتعارضون مع ما أنزل إليك من الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا رد على أهل الجاهلين ورد على المشركين إلى أن تقوم الساعة، أن الواجب اتباع ما جاء به الرسول في كل زمان ومكان، ورفض ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فهذا رد على قولهم إنا وجدنا آباءنا كذا وكذا وإنا متمسكون بما هم عليه، هذا رد. حتى الرجل الفاضل والعالم إذا خالف قوله قول الرسول إنه يترك قوله إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان من أفضل الناس. هذا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أفضل الأمة، ولكن لما كانا يقولان بعدم جواز فسخ الحج إلى العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج، ويرون أنه لا يؤتى بعمرة وحج في آن واحد، بل تكون العمرة في سفر والحج في سفر علشان يكون زوار البيت على استمرار، هذه وجهة نظرهما رضي الله تعالى عنه. لكن لما كان رأيهما هذا مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة والتمتع، قال عبد الله بن عباس وهو يرى التمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فسخ الحج إلى العمرة والتمتع، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كانت الحجارة من السماء تنزل على من أخذ بقول أفضل البشر بعد النبيين، أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين، لكن لما كان قولهما اجتهادا منهما رضي الله عنهما وهو مخالف
نص ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفض النص ويأخذ بالاجتهاد ولو كان من أفضل الناس يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء. فكيف بمن يقلد من لا هو في قبيل ولا دليل ولا في العير ولا في النبي؟ قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقول غيره وإن كان هذا الغير من أفضل الناس فإنه مهدد أن تصيبه فتنة وهي الشرك أو الزيغ في قلبه، لأن الإنسان إذا عرف الحق ولم يقبله يبتلى بالزيغ والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. من تبين له الحق وجب عليه المبادرة بأخذه ولا يستمر على مخالفته، وإلا فإنه مهدد بالزيغ في قلبه أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي أشد العذاب والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم وهو ما يقع بهم من الحوادث والكوارث في أموالهم وفي أنفسهم وفي أقاربهم بالحروب أو بالنوازل السماوية. لكن هذه عقوبة أخف من عقوبة القلب والعياذ بالله. ولذلك بدأ الله بعقوبة القلب فقال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من العقوبات العاجلة. هذه مشكلة من قواعد الجاهلية، أنهم يحتجون بالأكثر. فإذا كان هناك اختلاف بين الناس، رأي عليه الأكثر ورأي عليه الأقل، فإنهم يعتبرون الذي عليه الأكثر هو الصحيح، لا لشيء إلا لأن عليه الأكثر، ويرفضون ما عليه الأقل ولو كان الأقل هو الموفق للدليل وهو الذي على الدليل. هذه عادة الجاهلية. أما إذا لم يتبين الأمر مسألة اجتهادية ولم يتبين الأمر محتمل قول الأقل ومحتمل قول الأكثر، لا شك أن الأكثر يرجح به. لكن إذا تبين الأمر وأن الدليل مع الأقل وأن الأكثر ليس معهم دليل، فمجرد كثرتهم لا يبيح اتباعهم، ومن اتبعهم مع وضوح الدليل على خلافه فإن هذا من أمر الجاهلية. والدليل على أن الأكثر ليس حجة آيات كثيرة، منها قوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس. قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وفي قوله سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالعبرة ليست بالأكثر والأقل، العبرة بالدليل. فمن معه الدليل والحق ولو كان واحدا فإنه يؤخذ بقوله ولو خالفه مئات الآلاف من الناس بل من العلماء. العبرة ليست بالأكثرية وإنما العبرة بموافقة الحق ولو كان من عليه واحد أو أكثر. أما من ترك الحق لقلة أتباعه وأخذ بالباطل لكثرة أتباعه فهذا على دين الجاهلية. الآن نقرأ لهم ونسمع كلامهم يقولون: يعني ما احنا مهتدون إلا أنتم؟ أكثرها الناس وأكثر الدول الإسلامية اللي فيها الأضرحة وفيها القبور وفيها وساكتين عنها، هؤلاء كلهم ضالون وأنتم الذين على الحق. هذه مسألة الجاهلية. نقول لهم: تعالوا، إن ما علينا من الأكثر ولا أقل، علينا من الدليل. هل الدليل معنا ولا معهم؟ يقولون: لا، إحنا ما علينا، إن نتبع الأكثر، إنسان هذا أكثر هالتين خلونا نهلك معه. قالوا هذا، نعم قالوا هذا. هذه أمور الجاهلية والعياذ بالله. فالواجب أن لا نزهد بالحق لقلة من أخذ به ولا نرغب في الباطل لكثرة من أخذ به. فالضابط ليس هو القلة والكثرة، إنما الضابط في من يشهد له الدليل. وقلت لكم هذا إذا وضح الحق، أما إذا كان الأمر محتملا ولم يتضح الحق مع الفريقين والمسألة اجتهادية لها حظ من النظر فلا شك أن أكثرية العلماء يحتجوا أو يرجحوا بهم، لكن ما يلزم أنهم على الحق، يرجح بهم ترجيح فقط ولا يلزم أنهم هم على الحق، لكن يرجح بكثرتهم يقال. ولهذا يقول
الفقهاء، هذا عليه أكثر أهل العلم، هذا عليه الجمهور، هذا حينما يخفى الدليل ولا يتضح مع أي، فيقال الجمهور ويقال عليه الأكثر أو أكثر العلماء، ما دام الأمر لم يتضح جليا وإنما هو محل اجتهاد. نعم. من أكثر قواعد يحتجون على بطلان الشيء بغربته، يقول هذا قول غريب، أو بعضهم يبالغ ويقول هذا دين جديد مع أنه هو الحق وهو الذي عليه الدليل، يقول هذا دين جديد ولا هذا قول غريب، هذا من كلام أهل الجاهلية، هذا كلام أهل الجاهلية. الواجب قبول الحق ولو كان غريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء طوبى لهم. فالغرابة أو الغربة ما دام الغريب على الحق فإنه هو الذي يقبل، يجب قبول، وإن كان عليه أقل للناس. نحن رائدنا الحق، نريد الحق، هذا المطلوب، فإذا اتضح الحق فلا علينا من القلة والكثرة. نعم. أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بضد ذلك، وهو أن الواجب قبول الحق ولو كان من عليه قلة، لأن الكثرة في الغالب تكون نهى الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى آخر الآيات من هذا القبيل. نعم. هذه تشبه المسألة الرابعة، لكن هذه في اتباع واقتداء، وهذه احتجاج، هذه احتجاج. فإذا دعوا إلى التوحيد قالوا لكن اللي عليه أسلافنا هو هذا الشيء، فهم يحتجون في رد الباطل لأنه خلاف ما عليه السابقون، وإمامهم في هذا فرعون لما جاءه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يتخلى فرعون عن قوله أنا ربكم الأعلى، وأن يفرج عن بني إسرائيل الذين اضطهدهم وأهانهم مع أنهم خير العالم في وقتهم وهم من ذرية الأنبياء، لما طالبوه بهذا ما كان له حجة إلا أن قال ما بال القرون الأولى، احتجاج بما كانت عليه الأمم السابقة قبل، يقول ما لماذا أشركوا ما دام أن الشرك ما هو جائز، لماذا القرون الأولى أشركوا؟ هذه حجته، يحتج بما عليه في القرون الأولى، قال فما بال القرون الأولى التي هي على الكفر وعلى الشرك، فكيف تطالبونني بشيء عليه الأمم السابقة، طالبونني بتركه، فما بال القرون الأولى؟ قال موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب، يعني هل تظن أن الله مهمل القرون الأولى وأنه تاركهم ولا بين لهم ولا دعاهم إلى الحق؟ هل تظن يا فرعون أن الله تركهم وإنما خصك أنت فقط بالدعوة إلى الحق؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو اللوح المحفوظ، ما ترك الله من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. الشاهد من الآية الاحتجاج بما عليه السابقون، يعتبر هذا حجة يقابل به ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ما سمعنا من هذا في آبائنا الأولين، كذلك قوم نوح لما دعاهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، إن ما نقبل بشر مثلنا، لازم تنزل الملائكة من السماء، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هل جابه نوح؟ هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين، فهو مخالف لما عليه آباؤنا الأولين، احتجوا
بما عليه آباؤه. نوح يحتج عليهم بالوحي وهم يحتجون بما عليه آباؤهم. ما أشبه الليلة بالبارحة. أهل الضلال الآن يحتجون بما عليه الناس، إذا نهوا عن ما هم عليه من الباطل قالوا عليه الناس. إقامة الموالد هذه عليها الناس، وقال به فلان وقال به علان وقال به الكتاب الفلاني، ويعدد عليك مئات الكتب وأنت تقول له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فيها إحياء المولد؟ تقول له كذا، هل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء المولد من قوله أو فعله أو تقريره؟ هل في سنة الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة إحياء المولد؟ يعرض عن هذا كله، يقول هذا في الكتاب الفلاني وقال به فلان وقال به فلان وعلان، هذه حجة قوم نوح، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهي حجة عاد لما دعاهم ثمود، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكذلك قوم صالح لما دعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد أيضا قابلوه بمثل ذلك، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا كلام ثمود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان عليه آباؤنا. وكذلك قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا التوحيد اللي تدعو إليه ما سمعنا به في الملة الآخرة، يعني آخر الملل التي سبقت وهي النصرانية، هي آخر الملل بالنسبة للأديان السابقة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس فيها الدعوة إلى التوحيد لأنها حرفت وبدلت وغيرت، ما هي شريعة عيسى السلام، وإنما هي شريعة مغيرة ومحرفة ومبدلة، وليس فيها الدعوة إلى التوحيد، وإنما فيها التثليث وعبادة المسيح عليه السلام والكفر البواح. ما سمعنا بهذا الذي تقول يا محمد، ما سمعنا به في الملة الآخرة التي هي آخر الملل التي سبقتها. يحتجون بما كان عليه السابقون، هذا يجيهم بالوحي وهم يأتونه بما عليه الكفرة والمشركون. هذه قاعدة مضطربة جاهلية باقي في الناس إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، الاحتجاج بما عليه من سبق. ما يقول كان عندي حديث أو عندي آية، لأنه ما يملك هذا، ما عندي شيء، إلا يقول هذا الذي عليه الناس والذين سبقوا. هذه حجة تقابل بها نصوص الوحي؟ أيليق أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ نعم، هذا يقوله الناس اليوم المبتلون بالبدع والخرافات، يقولون ما عندهم حجة إلا أن هذا عليه ما فلان وفلان وعلان وعلان والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، يعدد لك مئات الكتب، ولا يجيب لك أحاديث موضوعة مكذوبة ويصححها ويقول هذه أصح مما في البخاري لأنها توافق هواه، يزينها أحاديث وهي ما هي بحديث، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبحث في كتب الموضوعات والسواقط ويطلعها ويقول هذه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويألفها ويجعلها كتاب ويخرجها زعم. المنارة في تخريج أحاديث الزيارة كتاب طبع الآن كله من هذا النوع، أحاديث مكذوبة، أحاديث ضعيفة واهية، طلعها وخلاها أصح مما في البخاري في الزيارة الشركية، هي الزيارة المشروعة، الزيارة الشركية والاستنجاد بالرسول والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دين الجاهلية والعياذ بالله. نعم. هذه المصيبة الآن، الاستدلال بقوم أعطاهم الله عقولا وقوة في الأموال والأولاد والحكم، يقولون هؤلاء هم أهل الرقي والحضارة، فما يعملونه هو الصحيح، ما تعمله هذه الدول وهذه الأمم هذا هو الصحيح، لأنهم أهل حضارة وأهل قوة وأهل علوم ومخترعات، لولا أنهم على حق ما صاروا هكذا. وأما المسلمون فلو كانوا على حق ما وصلوا إلى هذا الضعف، يقولون كذا الآن، يقولون لو كان الإسلام حقا وما عليه المسلمون هو الحق
لما صار المسلمون إلى هذا المستوى الضعيف، ولو كان أولئك على باطل ما توصلوا إلى هذا الرقي وهذه المخترعات وهذه الحضارات. فيستدلون بالقوة، ويستدلون بقوة الاختراع، ويستدلون بالحضارة البراقة على أن هؤلاء على حق، ويستدلون بضعف المسلمين على أنهم على غير حق. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالحجة ما هي بالمظاهر الدنيا، الحجة بالدليل. وكون المسلمين صاروا إلى مستوى ضعيف في هذه الأمور لا يدل أنهم على باطل، بل إن الله يزوي الدنيا عن عباده المؤمنين، زواها عن محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه من الجوع وينام على الحصير حتى أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. ويقول لما بكى عمر من منظر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير الحصير، قال وقال له كسرى وقيصر على فرس الديباج وأنت أرى ماذا أثر فيك؟ قال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. وقد يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب مريضه من الطعام من أجل مصلحته، من أجل مصلحته، هذه ناحية. وأما إعطاؤه للكفار فليس دليلا على رضاه عنه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استدراج من الله سبحانه وتعالى، استدرج الكفار ويعطيهم، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أعطى من قبلهم من الكفار قوة فما أغنت عنهم. عاد هي أكثر الأمم قوة في الأجسام وفي الأموال، أعطاهم الله الجنات والمياه والأنهار والقصور، لكن لما عتوا عن أمر ربهم سلط الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخره. واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله، يعني العذاب ما هو عندي والعقوبة ما هي عندي، أنا مجرد إني أنذركم وأبلغ، أما العقوبة فهي عند الله سبحانه وتعالى. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم أو من تجهلون. فلما عاندوا أرسل الله عليهم الريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، عارض الريح أقبل عليهم ظنوا أنه سحاب، لا يزالون سادرين في غيهم وضلالهم، ما يتوقعون عقوب ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، أقبل عليهم العذاب وهم يدون هذا السحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، ما عندهم تفكير في العذاب، بل هو ما استعجلتم به. وما كنت تقولون لهود عليه السلام ائتنا بما تعيدنا، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي الآية الأخرى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي آية أخرى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم في الجو، الجماعات من الناس تنزعهم في الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم، تلقيهم على الأرض فيصبحون كالنخيل المقطوعة كأعجاز نخل كاوي. وين قوتهم؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. راحوا عن آخره، أمة جبارة قاهرة راحوا عن آخره لا يرى إلا مساكنه. كذلك نجي القوم الظالمين. قال الله تعالى ولقد مكناهم، نفعهم التمكين هذا؟ ما نفعهم، ولقد مكناهم، أعطاهم الله قوة ومكنهم في الأرض وأعطاهم أموال وأولاد وزروع وبساتين وعيون وأنهار، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه بلدهم إرم ما مثلها في، يقول الله جل وعلا لم يخلق مثلها في البلاد. وين راح؟ لا يرى إلا مساكنه كذلك نجزي القوم المجرمين.
ولقد مكناهم، ما نفعهم التمكين، ولقد مكناهم فيما إن نافية هذه، إن مكناكم فيها يا معشر قريش، يعني في شيء ما مكناكم فيه أنتم أضعف منهم، فإذا قدرنا على من هو أقوى منكم فلا أن نقدر عليكم من باب أولى. ولقد مكناهم في ماء أي في ماء لم نمكنكم فيه، بل هم يزيدون عليكم في القوة، حتى في الأجسام أعطاهم الله أجساما كبيرة قوية، وزادكم بسطة في الخلق في ماء مكناكم فيه. نعم، ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. السبب في ماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يكسبون. فدل على أن الحضارة والثروة والصناعات والمخترعات والقوات ما داموا على الكفر لا تغني عنهم شيئا، وأنهم في قبضة الله، وأن الله قادر على أن يدمرهم عن آخره. ما في أقوى في وقتنا من الاتحاد السوفيتي كما تعلمون، إلى عهد قريب يهدد العالم، وبين عشية وضحاها ذاب كما يذوب الملك في الماء، أذابه الله سبحانه وتعالى وأصبح ذليلا يستجدي الآن من الدول. قبلها ألمانيا هتلر كان يهدد العالم، بل إنه شرع في تدمير العالم ويريد الاستيلاء على الأرض كلها، أهلكه الله سبحانه وتعالى وأصبحت بلاده مستعمرة للدولتين، الدول الغربية الحلفاء والروس، صارت مقسمة بلاد ألمانيا التي كانت في يوم من الأيام تهدد العالم. ما نفعهم قوتهم ولا قدرتهم ولا، أليس وجود القوة بيد الناس دليل على أنهم على حق؟ بل هذا استدراج من الله، وليس الفقر دليل على أن الفقراء ليسوا على حق، هذا في مصلحتهم، في مصلحة المؤمنين. ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: وما أموالكم ولا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. استدلوا أنهم لا يعذبون لأنهم أكثر الناس أموال وأولاد. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحات. هذا هو الذي يتقرب إلى الله زلفى. أما أصحاب الأموال وأصحاب إذا كانوا على الباطل فإنهم من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، وهم أهون الناس على الله. نعم. العلماء على قسمين: علماء عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من الأئمة الذين عندهم تمكن من الاجتهاد المطلق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد، بل عليهم أن يجتهدوا حتى يتوصلوا إلى ما يترجح لديهم، لأن التقليد إنما يجوز للجاهل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النوع الثاني من العلماء من لم يبلغوا هذه المرتبة، عندهم علم لكن لم يصل إلى علم الآئمة الكبار الراسخين في العلم، لكن عندهم قواعد علمية يستطيعون معرفة الراجح من المرجوح من أقوال العلماء. هؤلاء لا يجتهدون استنباط أحكام لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، لكن عليهم أنهم يجتهدون في أقوال العلماء فيأخذون منها ما يظهر لهم دليله، هذا اجتهاد في أقوال العلماء ما هو اجتهاد في استنباط الأحكام. فلا يجوز لهؤلاء أنهم يأخذون قول العالم بدون نظر في دليله و رجحانه على غيره، بل لا بد أن يأخذوا أقوال العلماء فيوازنون بينها فيأخذون منها ما ترجح لديهم بالدليل. هذا ما هو باجتهاد مطلق، وإنما هو اجتهاد مذهبي في مذاهب العلماء. والصنف الثالث المبتدئون في طلب العلم والعوام، هؤلاء ما يجوز لهم لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد في أقوال العلماء لأنهم ما وصلوا إلى هذه المرتبة، فعليهم سؤال أهل العلم والأخذ بقول أهل العلم لئلا يضيعوا. نعم.
الحمد لله. هل الرسول احتفل يوم الاثنين؟ الرسول صام، نقول لهم نعم صوموا، ما يجزاكم خير، صيام سنة، صوموا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا الذي فعله الرسول. لكن الرسول لم يفعل احتفال في يوم الاثنين ولا في يوم الخميس، فمن فعله فقد ابتدع في هذا اليوم. نعم، أو في يوم الذي يسمونه يوم المولد، الرسول ما فعل الاحتفال، هذه زيادة من عندكم. نعم، فهم جاءوا بدليل عليهم، هم جاءوا بدليل عليهم لا لهم. نعم، هذه ليست من هدي الإسلام، ليست من هدي الإسلام في الحكم. هدي الإسلام بالحكم أن أهل الحل والعقد يختارون إماما لهم، كما اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أو إن الإمام الذي نصب يختار من بعده ولي عهد يقوم من بعده، كما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه، أو الإمام يعهد إلى ناس معينين من أهل الشورى، من أهل الرأي والعلم، أن ويكون عدد قليل لكن نخبة، فيختارون الإمام، فإذا اختاروه وجبت على الأمة طاعته، كما عهد عمر إلى الستة من أهل الشورى الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه، فلزم الناس طاعته. هذا هو هدي الإسلام. فيه نوع رابع، وهو أن الإمام إذا تغلب على الناس بسيفه وقوته وخضعوا له وجبت طاعته أيضا، وتنعقد إمامته بذلك جمعا للكلمة وإمام، كما اجتمع المسلمون على عبد الملك بن مروان الذي أخذ السلطة بالسيف، وكان هذا في عهد التابعين وكبار الأئمة، خضعوا له وانقادوا له جمعا للكلمة وإنهاء سفك الدماء ودرءا للفتنة، تصح إمامته بذلك ما دام أنه مسلم وتغلب بسيفه فإنه تجب طاعته. هذه أمور انعقاد الولاية في الإسلام. أما هذه المذاهب الديمقراطية كما يسمونها، هذه مذاهب كفرية ما لها أصل في الإسلام. نعم. الشيخ الله الذي يكون هذا ينظر في حاله، إن كان على طاعة وعلى خير هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله أعطى عباده المؤمنين زيادة من النعم عونا لهم على الطاعة، أعطى داود الملك عليه السلام، وأعطى سليمان الملك، وأعطاه من الإمكانيات ما لم يعطه لغيره، أعطاه الطيران في الهواء على الريح التي تحمله، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تقطع في الصباح مسافة شهر، تقطع في المساء مسافة شهر، إلى حيث يريد عليه الصلاة والسلام. سخرنا له الريح رخاء حيث أصاب. فالله يعطي الدنيا بعض أوليائه لحكمة، لإعانته على الجهاد في سبيل الله وعلى طاعة الله وعلى نفع المسلمين. فإذا كان العطاء مع طاعة فهو خير ورضا من الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان العطاء مع معصية ومع مخالفة فهو استدراج، أو مع كفر فهو استدراج من الله سبحانه وتعالى وليس نعمة من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ شعر الزائد من اللحية خاصة إذا كانت تقليدا وغير متساوية، هل يعتبر مثل ذلك من تقليد الكفار؟ اللحية ليس فيها شعر زائد، اللحية كلها لحية ولا يجوز أخذ شيء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، يعني تركها على ما هي عليه، وأمر بإرسالها وإرخائها وإكرامها، فلا يجوز أخذ شيء منها لأنها لحية، فإذا أخذت شيء منها أخذت من اللحية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منها، هذا أمر لا يجوز، هذا من تلاعب الشيطان. وإذا تدرب الإنسان على قص اللحية تدرب على حلقها شيء فشيء، الأول يقصه شيء يسير، ثم يقص نصفه، ثم يقصه إلى الجذع، ثم بعد ذلك يقول الله الجذوع هذه ابن شتم، هم من يحلق حلق، فخطوات الشيطان مع ابن آدم، فلا يجوز. اللحية ولله الحمد جاء
جمال للرجال وليست ثقيلة ولا فيها كلفة، وإنما هي جمال. لكن الظاهر أن هؤلاء ليسوا رجالا، صورهم صور رجال لكنهم ليسوا رجالا، فلذلك شالوا اللحية لأنهم ليسوا رجالا ولا تصلح اللحية عليهم. نعم. وإلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نعم، حلق بعض الرأس وترك بعض، سواء من القفا أو من الأمام، هل هو القزع المحرم وهو فعل شمامسة النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو اتركه كله، الرأس إما أن يحلق جميعا وإما أن يترك جميعا، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فهذا لا يجوز. نعم. نعم، إذا تبين لك أن المسجد مقام على قبر فإنك تعيد الصلاة لأنها صلاة غير صحيحة. نعم. ما احتفلوا، ما احتفلوا بأسبوع سموه أسبوع الشيخ بن عبد الوهاب، وإنما عقدوا ندوة يذكرون فيها كيفية دعوة الشيخ والأصول التي بنى عليها دعوته وكيف نجحت دعوته، لأجل تذكير الناس بها وبيان الرد على من يتهم الشيخ أو يرد على دعوة الشيخ، فهم أرادوا بيان حقيقتها للناس، هذا هو المقصود، ما هو باحتفال، وإنما هو بيان وإظهار لدعوة الشيخ وكيف قامت وما هي الأصول التي قامت عليها وما أهدافها وما ثمراتها التي ترتبت عليها، هذا من أجل البيان للناس ليس هو احتفال. الاحتفال ما يتكرر، هل تكررت كل سنة؟ احتفال والعيد هو ما يتكرر كل سنة أو كل يوم أو كل أسبوع، هذا ما تكرر حتى يسمى عيد أو يسمى احتفال، وإنما هو بيان للناس، طبعوا مؤلفات ووزعوها وكتبت محاضرات وبحوث عن دعوة الشيخ وقرأت على الناس وبينت، هذا من أجل البيان. نعم. الشيخ وفقكم الله انتشر في هذا الأخر حساسية بعض الشباب على بعض الأشياء التي يتبعونها، كلما رأى في القارب على صريح فأصبح لديه حساسية ضد الصريح فوسوسه فيه، فيميكون الشك بطريقتهم حتى يجعلونه مريضا. السؤال: ما هو الصريح المحرم شرعا؟ وهل كل عمل بين متقاطعين تعد صريحا؟ وهل تكون دينا في من جعل هذا الشك الذي تؤثره الحكم ام لا تزال فيها؟ واخيرا ارجو نصيحه فضيلتكم من هؤلاء ما صح أنه صليب لا يجوز بقاؤه بل يجب نقضه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، إذا صح أنه صليب لمعرفة أهل الخبرة فإنه يجب نقضه، سواء كان في مسجد أو في أو على فراش أو على جدار أو في أي مكان، صليب لا يجوز بقاؤه يجب نقله، لكن ما كل شيء صليب، ما كل نقش أو تشكيل يكون صليبا، لابد يعرض على أهل الخبرة والمعرفة هل هذا الشيء صليب أو غير صليب، إذا كان إنه صليب يجب إزالته لأنه شعار النصارى، والصليب زعموا أنه على صورة المسيح وهو مصلوب بعد قتله بزعمه، وهذا كله باطل، المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ينص القرآن قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا وهم وهذا من غباوتهم، كان المفروض أنهم يكسرون الصليب لأنه إهانة للنصارى، أما أنهم يعظمونه هذا يفرح اليهود به، يقول الإمام ابن القيم هذا من غباوة النصارى، كان الواجب عليهم أنهم كل صليب على وجه الأرض يحطمونه لأن هذا يفرح اليهود عليهم، يقولون انتصرنا عليهم وقتلنا نبيهم وصلبناه، فهم يحيون هذه الذكرى كل في كل مكان، هذا مما يؤيد دعوى اليهود أنهم قتلوه.
والواجب عليهم العكس وهو تدميره وكسره لأنه عار عليهم ونصر لليهود عليهم، لكن هم أغبياء وضلال. الحاصل أنه إذا ثبت أن هذا الشيء صليب وجب على منكر يجب إزالته من أي مكان. أما مجرد الأوهام أو إنسان ما يعرف الصليب وكل شيء يقول هذا الصليب، هذا ما يؤخذ بقوله. نعم نكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.